بتاع المنتخب وكان على ذمة المنتخب. طريقة خروجه وقتها من الكلوب كان فيها برشا كلام، خاصة ما راحش مع ليكيب في الكار وقتها من قفصر هذا الماتش. لا لا شنو صار وقتها؟ لا 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 يتقال الكلوب معناتها خليتوه في غادي معناها. لا لا مش صحيح. لا لا سمعتوا الكلام هذا ولا لا؟ ما سمعتوش انا، مش صحيح. لا مش صحيح. كيفاش وقت؟ لا 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 راح بجنبي، قاعد بجنبي في الطيارة. قاعد بجنبي في الطيارة. شنو قاعد بجنبي ورايا المرحوم شريف بلامين وبالحسن وعماد طرابلسي. كيفاش اخبرتوه بنهاية العلاقة؟ مانيش انا اخبرته، خاطر انا ما كنتش موافق على تنحيته. لا ما كنتش موافق لاني نبيل معلول تو دابور وقت اللي خممت باش نجيب نبيل معلول وكانت الناس كل ضدي وذا شيء نستعرف به وعمري لنهار انكرته. كنت نؤمن بنبيل معلول لسبب وحيد، او كونه نبيل معلول صاحب شخصيه كبيره برشا. نبيل معلول من المدربين واثبت هذايا، شفتوا لي باساج تاعو الكل كسوا في ليكيب ناسيونال في الترجي ولا في بارتو، معناتها مدرب عنده قيمته، مدرب فني من الدرجه الاولى. ما تعاملتش معاه بالعاطفه لا بتاتا. المرحله هذيك في الجروب اللي كان عندنا جروب كبير، كان عندنا جروب صعيب يتالف من برشا نجوم، سليتي، المساوي، درمان، السلامي، زقو، خالد الملهي، اشرف الخلفي. الملاعبيه قبلوه؟ قبلوه. لا يقبلوه، ليه يقبلوه الملاعبيه اللي يعرف يتعامل نبيل معلول. انا وقتها خذيت القرار وجاء معنا. بعد مده التحق بينا عماد طرابلسي اللي كان مساهم في قدوم في قدوم عماد طرابلسي نبيل معلول. نبيل معلول نعطيك حاجه، مثلا عماد طرابلسي جاء للنادي الافريقي وانا كنت المسؤول الاول على الكوره وما كانش عندي علم اللي هو باش يلتحق بنا. كيفاش جابوا نبيل معلول؟ معناتها ساهم برايو، لانه القرار كان بيد رئيس النادي الله يرحمه الشريف بلامين، وهو اللي خذ القرار. كي بعدين تطورت ولا فما خلاف كبير ما بين عماد طرابلسي ونبيل معلول. علاش؟ حبش نقول لك علاش، ولو هي عمرها ما تحكيت. اي نهار في اجتماع مضيق ما بيني انا ورئيس النادي وعماد طرابلسي ونبيل معلول، طلب عماد طرابلسي من نبيل معلول، قال له تمدني ببرنامج التمارين وتعطيني الفورماسيون قبل ما تحطها. اي نبيل معلول قام من الطاوله وقال له للشريف بلامين ما نعطيهش، مش ليك انت، وانا ما نتعاملش معك، ما عندك حتى صفه، نتعامل مع السيده ذي. اذا السيده ذي يطلب مني طلب في حدود المعقول، غير الطلب اللي معقول راني ما نمشيش معاه. خلى الطاوله حب يتدخل في التشكيله عماد طرابلسي، حب يتدخل وحب يعطي يكون عنده كلمته. نبيل رفض. نبيل رفض وخرج من الاجتماع وكان موقفه واضح. انتم ايضا جبتوا بومنيجل، انتم نبيل معلول ظهر. اي وقتها كيفاش تمت العمليه؟ برشا انتقادات كانت وقتها، خاصه بالنظر لتقدم سن علي بومنيجل. والله يعني علي بومنيجل جاء في ظرف النادي الافريقي في حاجه أمنار. علي بومنيجل ما كانش تربطني به علاقه. نبيل يعرفوا اكثر، قعدنا معاه وحكينا معاه. لقيت في الشخص برشا 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 بروفيسيوناليزم. ما خدانيش برشا وقت حتى في النيغوسياسيون دو كونترا، اون في ان كونترا معناتها فريمون سا ما بري اون اور دو تان. تمامنا كل شيء وسي بيان الكونترا وكل برشا ناس وخرجت حكايات وفلوس كبيره وكذا وحكايه فارغه. كان يحرض على الجرافيت وقت. مش يحرض. وقت النادي الافريقي المشاكل نتاعو ازليه هي ديما ماديه. وكنا عندنا ازمه مشاكل، لكن مشاكلنا كانت تتحل بالوقت، صحيح بشويه تاخير، لكن كنا ديما نسعى ونلقاو الحلول وما نخليهم الحلول ديما نلقاوها. طالت شويه الحلول، نهار تفاجئنا اللي الملاعبيه جاوا دخلوا الفستير وخرجوا قبل ما نجيو احنا المسؤولين. وكان موقف انا واحد من الناس كان موقفي صارم جدا، لانه بعمرها ما حصلت وما لازمهاش تحصل في فريق كما النادي الافريقي، ما قبلتهاش. لانه اكوا ساسير لي كونترا؟ اذا انت عندك عقد مع النادي ليش تقرف؟ حتى تو كي نسمع الجرافيت انا ضد الجرافيت. انت عندك عقد يحميك، تو طار باش تخلص غدوه بعد غدوه بعد عامين باش تخلص. ما نعملوش نعمل في الكونتراتوات، نحيو الكونتراتوات ونرجعوا كما قبل. مادام حكيت انت على عماد طرابلسي، شنو حكيت فكان وقت المفاتح نتاع الكراهب؟ كيف صارت العمليه؟ لا بعد ماتش ديربي. شو ايش نقول لك؟ عماد طرابلسي قبل عماد طرابلسي محب غيور، وتصرفاته كانت تقرب شويه للتصرف المحب، لانه
ما نلومش عليه، مازال صغير وقتها والنادي الافريقي واسم كبير وجماهير كبيره، وتعرفوا الوضع نتاعو وعلاقته بالعائله الحاكمه، ويستناو في عيمة ترابلسي باش يعطي الدعم وباش يجيب الفلوس وباش النادي الافريقي تولي حتى هي قويه. انت ما تنساش فما ريفاليتي من شيرا سليم شيبوب، النادي الافريقي يقول لك علاقتهم ما كانتش باهيه بين شكون وشكون، عماد وسليم هذه معروفة مش جديدة مش نقولوها، علاقتهم ما كانتش أما عماد، الفرق بين سليم وعماد وقتها سيتي الإكسبيرونس، سليم أكبر منه، سليم سير وسليم رئيس ما نفعش الكلوب. عماد لو كان حب ينقز المراحل إلى فولي برولي لي زيتاب، لو كان مشاب شوية وكل كان نجم يكون مشروع مسؤول كبير، لأنه هو صارت له تجربة صغيرة هو أخوه في العقد والكرم ومن غادي كانوا رموت كرو خذا تجربة ما لرزما إن باسيو بروفيتي من الوضعية، دخل في مشاكل ومشاكل مع الناس كل مش مع حتى مع نبيل معلول. مع شكون يا أخي؟ معايا أنا صارت لي مشاكل معاه. كيفاش؟ صارت مشاكل في الراي، وفما برشا ناس كانوا ياثروا علي عاودوا الكلام، وانا كنت صاحب مواقف مع الرئيس السابق واللي بعده على الكلوب. صحيح؟ لا قال له ابعد ولا لا قرار عام العائله جا نتاعهم باش يبعد من بالحسن اونتر اوتر. علاش؟ وقتها من الظروف ما تسمحش، والوقت ذاك في الفتره ذيك بالذات 2005 2006 خارجين من انتخابات، والوضع طلبوا منه حسينا بالضغط. قبل كانت فما ناس تسمع، كانت فما السلطه، كانت فما الوزاره عندها عين، فما الكلام، معناتها اذا فما حاجه كان فابا توصل رابيدمون، والقرار كان في ساعه يخرج. هل صحيح انه هو كان وراء خروج خالد المولهي؟ لا من الكلوب؟ لا خالد تقلق من الحكايه هذيك نتاع الكراهه. لا بون، ما صارتش على خالد بارك، هو مش خالد يعني اللاعبين الكل، اما فما شكون اللاعبين قبلتها من اللاعبين، خالد من اللاعبين ما قبلتش وقت، مو خاطر خالد عنده طبيعه خاصه، عنده الشخصيه نتاعو. لا خالد عاقل برشا، خالد ما تسمعش صوته، خالد يتخشموا نقولوا نحن. خالد انا مره نحكي لك حكايه، في من نلعبوا ضد المستير، في المستير نبيل معلول عطى الكابيتانا الملاعب ياخر، انا نحيت الكابيتانا وعطيتها لخالد المكشر. أي. أي. عندك الموضوع. دونك خاطر نحب نحسه بالمسؤوليه، نحب ان تو خالد كانت عنده برشا طاقه وميلي تميد وما عملش فريمون. انا راه رغم يلعب في الترجي ولعب في الكلوب ولعب لبرا، بالنسبه لي انا ما عملش كان نجم يعمل مخير، خاطر عنده برشا كاليتي وحياته لي جين دو في نتاعو ياسر معناتها نظيفه، محافظ على روحه، كان نجم يعمل مخير. شكون الملاعبيه كانت عندك معاهم مشاكل؟ والله الملاعبيه هم اللي تلقاهم ملاعبيه في سقيهم. مثلا اشرف الخلفاوي من احسن ما انجبت كره القدم التونسيه، الي باسي اكوتي دون كارير.